انا ضد، عشان يبقى الكلام واضح، انا ضد ان يكون اعتذار رئيس الجمهورية لانه ليس له علاقة بالمسؤولية. هذا نتحدث فيه إقالة الوزير، إقالة رئيس الحكومة. نقطة ثانية اللي أنا عايز أوضحها قبل ما أضيع السكوت، لحظة أخوي الذي يملك إقالة أي وزير أو إقالة رئيس مجلس الوزراء ليس الرئيس، ولكنه مجلس الوزراء بموافقة ثلثين الأعضاء حسب نص الدستور الجديد. ده اللي إحنا عايزين. هل يمكن طرح موضوع النقاش في البرلمان؟ آه طبعًا. الوزير؟ كل شيء قابل للطرح، ليس هناك أي تحفظات. إحنا النهاردة بنبحث عن مخرج سياسي لحل الأزمة، حتى البلد ليست في وقت فيها نوع من يعني التشتت. طالب الطرفين بيها فعلا. أنا أتطلب المجلس والحكومة يجب أن يجلسوا على مائدة الحوار، وهناك يكون حوار في مصلحة الوطن وفي مصلحة المواطن المصري. أي حل يكون من بيت الصحفيين، من خلال مجلس نقابة الصحفيين، ولن يبقى بكرة الصبح هتلاقي الأخبار، هتلاقي الجمهورية، هتلاقي اليوم السابع، هتلاقي الجرنت دعوة عربية. أي حل الأهرام يجي هنا مرفوض. رايح حضرتك مرفوض. مبتدأ دوت كوم.